تمام، خلينا نديهم نصايح نقفل بيها الحلقه عشان ايه ما تتوهوش مننا وتفكروا نفسكم كده ورقه وقلم وقول معايا. اولا لو هو او هي مندفعين خليك انت الكبير والعاقل اللي هيفكر قبل ما يرد، زي ما كوتش كارل قالت، اديله مساحه يقعد لوحده، هم محتاجين يتسابوا مع نفسهم عشان يكتشفوا هويتهم في الفتره دي، لانهم بيحاولوا دايما يعرفوا هم مين. انا عارفه شكلهم اهيف من كده بالذات مع كم السيلفيز اللي بياخدوها، مش ممكن يبان عليهم انهم اعمق من كده، بس هم كده او ما عايزين يكتشفوا هم مين فعلا. تلاتة، بلاش تتفه من مشاكله او مشاكلها او اهتماماتهم. الحاجه اللي انت شايفها هايفه وما تستاهلش او ما تستحقش هو شايفها مهمه. أربعة، دايما تبقى عامل باوندريز، يعني حدود، العملية مش سايبة، والتصرف اللي بيتعدى الحدود دايما يبقى له رد فعل مقبول وله عواقب طبيعية. أرجوكوا ذاكروا حلقة العواقب اللي اتكلمنا عليها، تصاحب ولا تعاقب. خمسة، افتح كل طرق الحوار والتواصل على طول. ازاي؟ يعني يعرف انه يقدر يكلمك في أي وقت وكل حاجة من غير إحراج. ستة، خليك قدوة ومثل يقلده. لو انت بتكسر الباب وبتشتم لما بتتعصب يبقى على اي اساس هو ما يعملش كده. سبعة، علمه واكد عليه انه عادي وطبيعي يغلط. تمانية، ما تلوموش لو هو مختلف، بالعكس احتفل بتميزه. بره بيقولوا celebrate differences، مثلا يعني لو بيحب يغني او يرسم بدل ما يلعب كورة مش لازم تحسسه انه خايب وانك مكسوف منه. تسعة، دور على الحاجات المشتركة اللي بينكم وكون حريص انكم تعملوها سوا. هنا انت بتفكرهم انك شبههم وانكم شبه بعض وحاسس بيهم وفهمهم. كمان بتقضي وقت حلو معاهم، ما يبقاش علاقتك بيهم دايما ضغط وخناق وانتقاد وتخوين. عشرة، مفيش ما يصحش، مفيش عيب، مفيش تعبان، ومفيش مش فضيلك طول الوقت، يعني فيه بس في حدود. خليه يطلع 11، خليه يطلع الطاقة اللي جواه وساعده يوجهها بشكل صحي. اسحله بقى في التمارين والرياضة، واللي عنده ميول فنية خليه يعزف، خليه يكتب في كراسة، يرسم، يطلع كل الطاقة السلبية اللي عنده في حاجة إيجابية. أكد له ووريله، ده رقم 12، وقول له إنك بتحبه في كل فرصة تجيلك. اهريه، هو مش هيوريلك ويمكن يقلب وشه لما تعمل الحركات دي، بس هو من جوه بيبقى مبسوط صدقني. شكرا ليكي يا كوتش كارول، بجد دايما دايما بنستفيد منك. بنشوفك تاني ان شاء الله. ان شاء الله. نشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله.